السيد رئيس الجمعية، السادة أعضاء المكتب الوصيين، السادة أعضاء المجلس الإداري، السيد مدير المصالح الجماعية بمقاطعة إفاد، السادة مدير المصالح بمقاطعات الست بمدينة فاس، السادة أعضاء مجلس المدينة والسادة رؤساء المقاطعات، تحية تقدير وإجلال بهذا اليوم الذي سمته الجمعية، وحرصنا جميعا على تخليده بما يستحق من العناية لشيء واحد، ألا وهو صلة الرحم بين إخواني وأسرتي، تقضي ساعات طوال داخل الإدارة وهي تشتغل في انسجام ومحبة. فباسمكم جميعا أتقدم بالشكر الجزيل إلى الإخوان الذين يساندون الجمعية في جميع مراحلها ويحضرون كل أنشطتها ويدعمونها بالغالي والنفيس، فمرحبا بكم في هذا اليوم المبارك. الرئيس الأخ عبد العزيز العزابي فليتفضل مشكورا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة والأخوات أعضاء مكتب الجمعية، الإخوة والأخوات المسؤولين الانتقاليين، الإخوة أعضاء المجلس الإداري، كلفني إخواني أعضاء المكتب كما جرت به العادة على أن ألقي كلمتان ترحيبيتان بالإخوة اللي تنودعهم من السلك الإداري ولكن لا نودعه في السلك ديال العمل الاجتماعي. ولهذا أيها الحضور الكريم، ها نحن اليوم نجدد العهد بكم لكل سنة حميدة كانت من بين أولوياتنا في إطار الخدمات الاجتماعية التي صهرنا على تقديمها فيما يناهز عقدا ونصف الزمن. تحملنا فيها الصعاب وتحدينا فيها المتاعب من أجل خدمة شريحة مواطنة تحلت بالتباني في العطاء وحب الوطن بكل سخاء ونكران ذات. إنها شريحة الموظفين الذين نضلوا أنفسهم من أجل خدمة المواطنين بشتى طبقاتهم، جاعلين صوب أعينهم مصلحة الوطن. أيها الإخوان، أيها الأخوات، لقد مرت الأيام بسرعة فائقة، أخذت منا أحلى أيام شبابنا، ونحن نبتكر ونجتهد في تطوير عطائنا بمختلف مصالح الجماعة التي تدرجنا بها. ونحن اليوم نودع جلة من إخواننا الموظفين والموظفات الذين وصلوا إلى آخر محطة لقطارهم العملي وقد قادوا سفرا متعبا مليئا بالمشاق بشتى أنواعه، والكل اليوم يحمد الله على أن هذه اللحظة التي تبقى عالقة بأذهانهم وهم يفارقون أصدقاء الدرب، فحمدا لله على سلامته. أيها السادة والسيدات، اسمحوا لي أن أرحل بكم إلى سنوات قضيناها جميعا في خدمتكم بعد أن استسلمنا مشعل هذه الجمعية والتي وفقنا الله على قدر جهدنا إلى تحقيق ما اصطرناه من أهداف منذ أن تولينا هذه المسؤولية التي سنسلم مسعدها عما قريب في الأسابيع القليلة القادمة إلى جيل آخر ساهم بشكل كبير في تجهيز هذه المعلمة الاجتماعية التي أسدت لمنخرطها أكبر قدر من الخدمات التي اصدرها المكتب الوصيين خلال الولايتين السابقتين. وفيما يلي سأوافقكم بشكل مقتضب
بعض الأرقام التي حققناها في مجال في مجالات متعددة. مجال تكريم المتقاعدين، عدد المتقاعدين منذ أن تولي المسؤولية 656 متقاعد بداية من سنة 2003 إلى غاية 2016، مع الإشارة إلى أن مبلغ الاستفادة محدد 1500 درهم لكل منفرد مع هدايا رمزية. مجال أداء مناسك الحج، استفاد من العملية ما يقرب على 125 حاج وحاجة موزعة على سنوات بداية 2003 إلى 2017، حيث بلغت الاستفادة على سبيل المثال خلال سنة 2007 إلى 11 مستفيد، ليرتفع العدد خلال 2009 إلى 14 مستفيد، وتصل خلال 2012 إلى 15 مستفيد. ما زالت المساعدات الإنسانية المتعلقة بالأمراض المزمنة والمستعجلة، بلغ عدد المستفيدين 116 حالة تتنوع حسب الملفات المقدمة، وهي كلها حالات خطيرة ومستعجلة مثبتة بملفات طبية ودقيقة. مجال التخييم، عدد المستفيدين 2397 طفل وطفلة أصدرت جمعيات مختلفة ومتعددة بداية سنة 2004 إلى غاية 2016، مع الإشارة إلى عدم تنبيه أن وصلت خلال السنوات التالية 2011 و2013 و2014 و2015، والإشارة فقد عرف هذه السنوات تراجع في التسجيل نظرا لكبر سن الأطفال وعدم التوظيف. مجال المواساة أي تقديم العزاء، لقد انطلقت العملية خلال سنة 2004 واستمرت إلى غاية 2015 ليصل عدد المستفيدين إلى 50 حالة. كانت هذه بعض الأرقام التي تم تحقيقها في مجالات متعددة دون ذكر العديد من الأنشطة الإشعاعية الأخرى التي لا ترتبط بالعدد بقدر ما تخلد لحدث معين أو تساهم في نوع من أنواع سواء كانت رياضية أو ثقافية أو فنية. كانت هذه مجرد امتداد مقتضبة وسموا في إخواننا وأخواتنا خلال الجمع العام للأعداد المحددة والمبالغ المالية لكل مجال من المجالات التي صرناها لكم. أيها الحضور الكريم، إخواني أخواتي المتقاعدين والمتقاعدات، إننا عندما قمنا بتعديل بنود القانون الأساسي للجمعية والحرص على استمرار علاقة المتقاعد بالجمعية لم تكن اقتباطا ولا لغاية معينة، احتياج المتقاعد إلى دعم معنوي ومادي بعد إحالته على التقاعد. لذلك أدعو جميع الأخوات والإخوان المنخرطين بصفة عامة، سواء الذين لا يزالون يزاولون مهامهم في إسلاك الإدارة أو المتقاعدين منهم، إلى ضرورة توحيد صفوفنا وصون حرمة وكرامة الصرح الذي شيدناه جميعا وحققنا له مكتسبات، لن نتخلى أو نضيع جزءا منها مهما كلفنا من تضحيات. مجددين لكم العهد على العمل من أجل أن نستدرك ما لم يتم تحقيقه في باقي المجالات في المكتب القادم إن شاء الله. لا يفوتني أن أذكركم أننا بسبب إعداد الجمع العام للجمعية الذي سنقدم من خلاله النموذج الواضح والشفاف في مجال التسيير، وسنضع بين أيدي المنخرطين ما يشفي غليلهم من الحجج والأدلة على صفاء ذمتنا وتبديد الإشاعات. أملنا أن تكون هذه السنة فرصة تواصل لارتباط الوطين بين جمعيتكم وكافة المكونات الإدارية والجمعية، راجين لكم دوام الصحة والعافية وطول العمر، مجددين لكم العهد أن جمعيتكم ستبقى دائما في خدمتكم في جميع المجالات الاجتماعية التي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما نصبوا إليه تحت قيادة الرشيدة لمولانا منصور بالله جلالة الملك محمد السادس أدام الله عز ونصره. والسلام عليكم ورحمة الله. عندما سيداتي وسادتي أخواتي المتقاعدات إخواني المتقاعدين، هذا يومكم وهذه فرحتنا بكم، وسنبقى دائما صاهرين عن التعامل معكم إلى أن نلحقكم في قطار التقاعد.
ان شاء الله. ونشكر بالخصوص السيد رئيس مجلس مقاطعه اكذاب الذي يقدم الدعم امام شروط الجمعيه وخصوصا للموظفين، ومرحبا بكم في جمعيتكم التي ستبقى دائما على اشارتكم، ومرحبا بكم في حفل الشاي المقام على شرفكم، وشكرا.